السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شديد يا وحش لا توقف. نو بين نو جين، لا فائدة بدون ألم. الكثير من الرياضيين إلى الآن لم يفهموا لعبة كمال الأجسام. يعتقد الكثير أن تمارين البطن بتشل دهون البطن، وهذا اعتقاد جدا جدا خاطئ. وهذا الفكر الخاطئ أيضا موجود لدى السيدات. لازم تعرف أخي العزيز أختي العزيزة أن عضلة البطن مثل العضلات الأخرى، مثل عضلة الصدر، مثل عضلة الظهر، لكن المكان هذا ضعيف التروية، فيكون في تركيز للخلايا الدهنية. تمارين البطن بتقوي عضلات البطن، أما الدهون هذه اللي فوق عضلات البطن هذه تحتاج أول لتفكيك وثانيا لأكسدة. يساعدك في عملية تفكيك هذه الدهون من خلايا الشحم الكافيين. أي منتج فيه له كافيين، سواء بري ورك أوت أو منتجات حوارق الدهون، إذا فيها نسبة كافيين عالية هذا بيعطيك أو بيسبب بتفكيك وتسريع تفكيك هذه الدهون. ثاني شيء الأكسدة. الأكسدة هذه عليك أنت، الأكسدة هذه كارديو. الكارديو هو اللي يحرق لك دهون البطن. لا حد يضحك عليك، يكرفك 500 تمرين بطن. اشتغل على السير وعلى الكروس ترينينج وعلى الأوبتيكال أفضل لك منك تلعب 100 تمرين بطن. كنت أدرب في مكان محدد، وكان في شخص ما شاء الله تبارك الله عنده كرش صبة، مش كرش هذيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من كثر تمارين البطن. يعني ما في تمرين بطن يعجز عنه هذا الشخص. البطن عنده جدا قوية، أنه بيلعب 6 أيام تمارين بطن، لكن الكرش عنده ميبسة. نفهمه تنظيم أكل وكافيين وأكسدة وكارديو ويلعب بطن مرة واحدة في الأسبوع، تستفيد أكثر منك أنت تلعب 6 أيام تمارين بطن في الأسبوع. وكان هذا الشخص رأسه أكسى من بطنه، يعني سبحان الله بعض الناس ما يفهم لين يدقوا الدنيا. جالس أظن 3 سنوات نفس النظام ونفس السيستم ونفس الجسم ورايح جاي على الفاضي. يوم يسافر ويوقف تمارين يرجع نازل 7-8 كيلو. يقول لي أنا ما أتمرن بس مشي. طيب قلت له طيب هذا المشي هو اللي نزل لك الكرش دي. يرجع مرة ثانية عب الكرش ويرجع يتمرن بطن 6 أيام في الأسبوع. هاي كيف تفهم أشخاص زي كده؟ زبدة الكلام، الدهون هذه اللي في البطن وفي الشواكل أنت عبيتها في سنين. أعطيها من 6 لسنة حتى تحرقها، ما في شيء يروح بسرعة. أعطيها وقت وامشي على نفس النظام هذا والعب تمارين بطن ماكسيمم 2 مرات في الأسبوع.